يقول: ما الكتب التي تنصحوننا بها لترسيخ التوحيد في نفوسنا؟ وهل الكتب التي تتكلم عن توحيد الربوبية هي من هذا الباب؟ اللي تقتصر على توحيد الربوبية لا، هذه ما تهدي إلى حق. لكن الكتب التي فيها توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه هي التي هي كتب التوحيد الصحيحة. نعم، وأقرب كتاب وأحسن كتاب وأشمل كتاب هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم.